بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أهلا فيكم في مقطع جديد. إن شاء الله في هذا المقطع غنبدأ نتحدث عن اللينكد ليست، وبالتحديد عن السنجلي لينكد ليست. الآن خلينا نراجع المفهوم النظري بشكل سريع عشان نبدأ نكتب الكود. الآن بالنسبة لللينكد ليست، هي عبارة عن داتا ستراكشر، في لها ثلاث أنواع أساسية. في عندي السنجلي لينكد ليست اللي غنأخذها اليوم، في عندنا السيركولار لينكد ليست، في عنا الدبل لينكد ليست. الآن بالنسبة لللينكد ليست بشكل عام، ليش إحنا بنستخدمها؟ حكينا فيما قبل فيما مضى إنه عندي المصفوفات، لما أنا أجي أعمل مصفوفة بيكون حجمها ثابت، معنى ذلك إنه أنا ممكن أحجز حجم زيادة، أو العكس تمام، إنه أنا ممكن أحجز حجم صغير وتكون عندي البيانات أكبر من الحجم الموجود. فهذه مشكلة بتعلق في موضوع الأريز اللي هو عندها fixed size، حجم ثابت، تمام؟ هذه شغلة. الشغلة الثانية، المصفوفات مرهقة بتكون جدا في عملية الإضافة. إذا متذكرين المصفوفات، لما كنا نضيف مثلا نضيف عنصر في لوحة الشرف في النص، كنا نضطر نعمل إزاحة shifting، صح؟ فهذه العملية جدا مرهقة. تخيلوا لو احنا بدنا نعمل shifting مثلا لألف عنصر، هتكون البيج او تبعتنا كبيرة. وكذلك بعملية الحذف، لما بدي اجي احذف عنصر من النص، بدي اجي اعمل شيفتنج للعناصر اللي كانت قبله عشان يصيروا في الموقع الصح. اذا المصفوفات كان في لها خلينا نقول تكلفة كبيرة في موضوع الإضافة وفي موضوع الحذف، وكذلك عندنا اللي هو موضوع الفيكس سايز. فهذا الإشي خلانا نفكر بداتا ستراكشر جديدة بتفيدنا، خلينا نقول حسب الحالات الموجودة عندنا، بنرجع بنقول حسب الحالات الموجودة عندنا بنستخدم اللينكد ليست المناسبة، واللي هي في شرحنا اليوم بنتحرك على اللي هو اللينكد ليست. اللينكد ليست حكي لي هي عبارة عن مجموعة من العناصر المترابطة فيما بينها. كيف يعني؟ إذا طلعنا على الرسمة الموجودة أمامنا، لاحظوا هاي هذا عنصر، عنصرين، ثلاثة، أربعة. الآن بحكي لنا كل عنصر في اللينكد ليست بيحتوي على بيانات، يعني البيانات هذه ممكن تكون object، ممكن تكون string، ممكن تكون character، ممكن تكون integer، whatever. وبتحتوي على شق تاني منها، بنحكي عن هذا الشق خلينا نقول pointer. pointer يعني مؤشر، بيأشر على النود اللي بعده، على النقطة، على العنصر اللي بعده، تمام؟ وهذا المكون كله اللي هو البيانات مع المؤشر، بنحكي عن هذا كله نود، تمام؟ نود. إذن كل عنصر في اللينكد ليست، سنجلي لينكد ليست حالياً بنحكي، بتكون من بيانات وبتكون من مؤشر بيأشر على النود اللي بعدها، تمام؟ الآن أول عنصر في السنجلي لينكد ليست وفي اللينكد ليست بشكل عام بنحكي عنه الهيد، خلينا نقول الرأس. يعني أول عنصر في اللينكد ليست بنحكي عنه الهيد. آخر عنصر في اللينكد ليست بنحكي عنه التيل أو الذيل، يعني تمام؟ ملاحظين أول عنصر في اللينكد ليست بنحكي عنه الهيد، بيكون بعديه عناصر، ممكن يكون لحاله طبعاً. وآخر عنصر في اللينكد ليست بنحكي عنه التيل، بعد هيك بيكون فيش إشي بعديه من اسمه، لأنه هو تيل يعني ذيل، آخر إشي فيش إشي بعديه، طلعوا فيش إشي بعديه، تمام. الآن هالكتاب بالنسبة لهذا المؤشر، هذا المؤشر إيش حيكون نوعه؟ الداتا تايب تبعته؟ حكينا هو بيشاور على النود اللي بعده، ايش غير يكون نوعه؟ هيكون نوعه نود. طب ايش هي النود؟ النود هي عبارة عن بيانات زائد مؤشر، تمام؟ المؤشر هاد بيكون نوعه ايش؟ نود. اذا احنا اذا بدنا نحكي عن البناء البرمجي هالجيت، اول شغلة لازم اعملها اللبنة الاساسية في اللينكد ليست اللي هي ايش؟ النود. أول شغلة بتفكر فيها لما بتعمل لينكد ليست، بغض النظر عن نوعها، بدي أعمل لا مش بغض النظر عن نوعها لأنه لقيت فيه تحديد،
إذا احنا بنحكي عن السنجل لينكد ليست، اول شيء بدي افكر لما بدي اعمل سنجل لينكد ليست بدي اعمل النود. ايش فيها النود؟ فيها العنصر البيانات يعني، وفيها اللي بعده. الان البيانات اللي بدي اسميها داتا انا، واللي بعده بدي اسميه نيكست. تمام، خلينا نبني مع بعض. الان بدي اعمل بروجكت جديد واسميه سينجلي لينكد ليست. اوبس، سينجلي لينكد ليست. لان ممكن كل الشغل تبعنا نعمله بكلاس واحد، بس انا حابه صراحه افصل. تمام، بعد كده بكون علينا سهل انه نمزج لاحقا. اول كلاس بدي اعمله حكينا ايش؟ النود، اللبنه الاساسيه في اللينكد ليست. ايش حكينا؟ النود. فبدي اكتب الاسم. هاي ايش هذه؟ حيكون اسمها نود. ايش النود فيها؟ فيها متغيرين اساسيين، فيها اللي هو خلينا نقول انتجر في البدايه، انتجر البيانات وليكن اسمها داتا. في عندي شغله ثانيه البوينتر، طلعوا هذا البوينتر، نحكي عنه بوينتر او مؤشر يعني، بيأشر على النود اللي بعدها. فإيش نوع هيكون؟ هيكون نوعه نود. ليش نوع نود؟ لأنه بيأشر على نود، هو إيش هيكون نوعه نود. فبدي أحكي له نود، بدي أسميه next. next إيش يعني؟ التالي. تمام، وبدي أعرف هنا constructor، بدي أقول له public. خليني أكتب الخط. options font and colors وليكن 18. تمام، بدي اعمل constructor، بدي اقول public node، بدي اخليه يمرر لي فقط البيانات تبعت هذه النود، وليكن integer data. تمام، لحد الان. الان بدي اقول this dot data، يعني الداتا تبعت الاوبجكت تساوي الداتا اللي بعتها المستخدم. تمام، اعمل فورمات. طيب شغله احنا كنا متفقين عليها قبل هيك في الكيو في الستاك، اللي انا بدي هذه النود احط فيها بيانات. ايش ما بدي؟ بدي احط فيها انتجر، انتجر احط كاركتر، احط فلوت، احط ستودنت مثلا، اوبجكت من نوع ستودنت وهكذا. فبدي اعملها جينيريك. جينيريك جينيريك يعني عام. فبدي احط هنا نوع جينيريك وليكن تي، وهنا طبعا ببطل انتجر، بدي اقول له هنا تي، وهنا نفس الفكره بدي اقول له تي. واضح؟ احنا هينا عملنا اللبنه الاساسيه في اللينك في السنجلي، دير بالكم في السنجلي لينكد ليست. ليش سموها سنجلي؟ لانها طلع في اتجاه واحد، بتروح هاي المؤشر هذا في اتجاه واحد، في اتجاه واحد. يعني فيش اشي رجوع بشاور على السابق، دائما بتشاور على التالي، على التالي، على التالي، وهكذا لما تصل للاخر. واضح لحد الان؟ طيب الآن بعد ما عملنا اللبنة الأساسية في السنجل لينكد ليست، بدنا نعمل لينكد ليست نفسها اللي بتتكون من مجموعة من النودز. تمام، أول شغل فكرة إذا بنيجي على اليو ام ال دايجرام نشوف الميثود اتريبيوت. أرجع هنا، هنا أول شغلة بتلزمني، لاحظوا في الرسمة إيش كان حاطط. إذا عندكم شايفين في الرسمة أول شيء كان حاطط الهيد والتيل. إذا إيش بلزمني؟ بلزمني أحط فيه الهيد، بدي اعمل كلاس اسمه سنجلي لينكد ليست، بدي احط فيه الهيد كاتريبيوت، بدي احط فيه التيل كاتريبيوت، وبدي احط فيه كمان شغله السايز عشان اعرف كم النود موجوده في اللينكد ليست تبعتي. تمام، وبعدين بنفوت على الميثودز. اذا الاتريبيوتس ثلاثه فممكن تزيد حسب الاحتياج او حسب الوصف الموجود عندك، بس بشكل اساسي في عنا الهيد وفي عنا التيل. السايز حتى ممكن هذه نستغني عنها، بس بنحطها عشان اعرف الكود عندي وعشان غير تفيدني في اشياء ثانيه لقدام. تمام، بدي اعمل الان كلاس، بدي اسمي هذا، بدي اعمل هذا وخلي التستر هذا بدون مين. بدي اقول له ايش حكينا اول شيء؟ التيل. ايش حيكون التيل؟ لاحظوا التيل، هاي التيل طلعوا، التيل بيشاور على البلوك هذا كله. ايش هذا البلوك؟ سميناه نود صح.
فالتيل حيكون نوعه نود. الهيد والتيل اقول له عندي في عندي نود اسمها الهيد، القيمة البدائية إلها يعني أول ما أنشئ اللينكد ليست بتكون فاضية، فالقيمة البدائية إلها نل، تمام. وفي عندي نود تانية بتشاور على التيل اللي هو خلينا نقول الذيل، أول ما تكون اللينكد ليست فاضية حيكون أكيد التيل نل فاضي أول ما أنشأ. وفي عندي انتجر، طبعا انتجر سايز لأنه الانتجر لازم لأنه عدد النودز حيكون عدد صحيح، في البداية حيكون زيرو، تمام لحد اللحظة. بدي أعمل ثلاث دوال بسيطة اللي هو دوال الجيتار الخاصين بالهيد وبالتيل وبالسايز. الجيتار والستر، الجيتار بدي أعمل بس، تمام. فبدي أحكي له هنا select guitars، بدي أعمل له refactor، تمام. بدي بس دوال، خليني أنا أمسح هذه البرايفت، هي مش صح كتير بس حاليا يعني هاي فورمات، وبدي امسح الكومنتس هذه عشان تكون الرؤية، عشان الرؤية اوسع عنا. عملت ثلاث دوال اساسية، هذه جيت هيد بتنده على الهيد بترجع لي الهيد، جيت تيل بترجع التيل اللي هو اخر عنصر، جيت سايز بترجع لي حجم حجم اللينكد ليست سنجل اللينكد ليست. طيب ايش في عنا دوال اساسية؟ بحكي لي في عنا الدالة الاولى هو دالة السايز اللي عملناها، هذه اللي هو get size is empty، هذه بتفحص هل ال single linked list فاضية ولا لا، ممكن هذه نسيبها حاليا. الهيد والتيل هذول عملناهم اللي هو نفسها ال get head وال get tail. في عندي الدالة الأولى اللي هو عملية ال insert first insert. إيش يعني first insert؟ insert first. إيش يعني insert first؟ يعني أنا بضيف العنصر بالأول. فرضا إيش يعني بضيف العنصر بالأول؟ فرضا عندي طلعوا هذه اللينكد ليست مبنية وجاهزة، تمام. أنا بدي حكيت بدي أضيف عنصر بالأول، بدي أضيف عنصر بالأول. فأنا كيف أضيف عنصر بالأول؟ هي أعمل أنا في الرسم أفضل عشان كل إشي حيوي. وليكن عندي أي مجموعة من النودز، واحد اثنين ثلاثة فيهم بيانات يعني أربعة، بدي أضيف نود اسمها مثلا نود صفرية صفر يعني، بدي أضيفها في الأول. هاي الهيد صح، هذا الهيد وهذا التيل، التيل بضيف الصفر بالأول. طبعا هذه بتشاور على اللي بعدها، وهذه بتشاور على اللي بعدها، هذه اللي بتشاور على بعدها، وهكذا. اول شغله بدي اضيف هذه بالاول الصفر، حكيت يعني ايش بدي اضيفها في الاول، يعني بدي اخليها هي الهيد، تمام. فاول شغله بدي احكي له هذه وليكن اسمها نيو اليمنت، هذه حتكون النكست تبعها مين، التالي تبعها مين، اللي هو الهيد. فهي غير شكلها زيك طلع بتشاور على مين، التالي الهيد. فبدي اقول له نيو اليمنت دوت نكست حساوي مين، الهيد. طيب وبعدين الهيد ضايل هو العنصر، بيصير صار الهيد هنا العنصر الثاني، لا بدي احكي له انه الهيد صار مين، الصفر. هذا صار مين، الهيد، وهذا بطل هيد، لا خلاص راح، هذا صار العنصر الاول. ليش؟ لانه الداله بتضيف من الاول، تمام، بتضيف من الاول. فشغله مهمه، اول شغله بعملها بدي اضيف عنصر، اول شيء بدي اخلي التالي تبعه مين، الهيد، دخلت تبع التالي تبعه الهيد. فغير يصير الصفر هذا بيشاور على التالي اللي هو الهيد، يعني بطل الهيد هو هذا الثاني اللي هو صار الثاني حاليا، لا صار الهيد هذا العنصر الجديد، تمام. ما ينفعش ابدل الخطوات، كيف يعني ما ينفعش ابدل الخطوات؟ خلينا نكتب الكود وارجع ااكد هذه النقطه. الان في عندي داله اسمها public، بخليها void، انا بسميها insert insert first. ايش يعني insert first؟ يعني بضيف بالاول، يعني العنصر اللي بدي اضيفه هو حيكون الهيد الجديد، تمام. طيب الان بضيف عنصر، بضيف انا فعليا ايش، هذا الصفر فعليا ايش، مثابة ايش، داتا زائد مؤشر، شايفين داتا زائد مؤشر، يعني بضيف شنو حيكون، نود صح. بقول له هنا نود
اسمها نيو نود. بدي احكي له اول شغله بدي اعملها، بس في قبل كمان شوي لسه في تعديل، بس خلينا نحكي زي الشرح اللي حكيته. اول شغله النيو نود تبعتي دوت نيكست، النيكست تبعها مين حيصير؟ الهيد. ايوه النيكست تبعها مين؟ الهيد. بقول له نيكست يساوي الهيد، تمام. الان طيب الهيد، الهيد لسه ضايل صاير واقف في العنصر الثاني؟ لا، عند العنصر الثاني صار واقف. لا، بدي اقول له هنا والله صار الهيد مين؟ للنيو ايليمنت، للنيو نود عفوا، تمام. وايش اسوي كمان؟ بدي اقول له السايز زاد بواحد، زادت عدد النود. طيب الان لو هذه مسكتها، طلعوا هذه مسكتها وقلت له الهيد بالاول، قلت له الهيد تساوي النيو نود، ايش حيصير؟ طلعوا هيكون زد. الان قلت له الهيد، لو عكست الاسطر يعني قلت له الهيد تساوي النيود، ايش بيساوي؟ بصير هذه بطل هذا الهيد، بتصير هذا الهيد. طيب وبعدين حكيت له في الكود نيو نود دوت نيكست، هيها النيو نود، هذه مش هذه النيو نود دوت نيكست، دوت نيكست التالي تبعها مين؟ التالي تبعها طلع ايش حكيت؟ دوت نيكست تساوي هيد. طب مين الهيد؟ انت الهيد، بتصير تشاور على نفسها. لا، بدنا ننتبه في هذا الموضوع، ترتيب الخطوات جدا مهم في الكود. اول اشي بدي احكي له ليش ما عملتش هيك كمان مره، لانه انا لما اعمل زي هيك اول شيء الهيد يساوي النيو اليمنت، هاي الهيد بطل هاد صار هاد. بعدين قلت له هيد دوت نيكست اللي هي هاد مين نيكست تبعها، حتصير الهيد. طب ما هاد الهيد صارت تشاور على نفسها، فلا، اول شيء بدي اقول له النيو نود، نعمل كنترول زد، النيو نود دوت نيكست، النيكست تبعها مين؟ هان. افترض اول شيء عمله النيكست تبع، اقول له هاي كنترول زد، بدي اقول له النيكست هذه تبعها تساوي الهيد اللي هي هاد، وبعدين اقول له هذه بطلت الهيد صارت هذه الهيد، تمام. فالخطوات هذه جدا مهمه، ترتيب الخطوات في الحل. بس في عندي شغله الان مهمه، لو كان فيش ولا عنصر باللينكد ليست، سنجلي لينكد ليست فيش يعني فاضيه، فبهذه الحاله لازم الهيد والتيل بيشاوروا على نفس الخطوه. يعني الان لو كانت عندي فيش ولا اشي، يعني اتغير هاي كنت الان اي دونت سيف، في عندي واحده مثلا اسمها واحد واللينكد ليست فاضي، فيش لينكد ليست فيش فيها اشي، فهذه غير تكون بمثابه الهيد بمثابة التيل، صح؟ يعني الهيد الرأس والذيل مع بعض في نفس الوقت. فبدي أعمل له شرط بسيط هنا، بدي أحكي له إف والله إذا كان السايز يساوي يساوي صفر، إيش يعني يساوي يساوي صفر؟ يعني فيش ولا نود موجود عندي. في هذه الحالة بدي أحكي له إنه الهيد يساوي النيو نود اللي بعتها المستخدم، والتيل تيل يساوي النيو نود. بدي ازود عدد العناصر بواحد طبعا. هلا بدي احكي له إلس غير ذلك، بدي احكي له كذا هيك، وهيني زودت عدد العناصر هيك هيك، غير يزود عدد العناصر يعني سواء دخل في هذه او دخل في هذه حيزود عدد العناصر بواحد، تمام. يعمل فورمات الكود. اذا كم مره ايش اعمل الخطوه هذه؟ لانه ممكن تكون عندي لسه اللينكد ليست فيش فيها ولا عنصر، إذا كان فيش فيها صفر عنصر يعني ولا عنصر، في هذه الحالة الهيد والتيل بيشاوروا على نفس النود اللي بعتها المستخدم جديد، بالتالي هذه غير تصير الهيد والتيل مع بعض. طبعا في حال كان السايز أكبر من صفر بيجي على الإلس وبيطبق الحكي نعمه، في كلا الحالتين سواء دخل على هذه أو دخل على هذه السايز غير يزيد بواحد. هذا بالنسبة لدالة الانسيرت فيرست، لازم تجيب ورقة وقلم وتحلل اللي فيها. الآن نيجي على الدالة الثانية اللي اسمها insert last. إيش يعني insert last؟ يعني أضيف بالآخر، يعني العنصر اللي بدي أعطي أو النود اللي تعطيني إياها المستخدم بدي أحطها كتيل كذيل. يعني خلينا نتخيل الرسمة مع بعض، لأن يعني وليكن عندي عندي مجموعة من النودز، هاي هذه وهذه، وليكن هذه، هاي عندي واحد اثنين. هي ثلاثة
وطيف البيانات يعني، مش خاص أرقام، بس عشان الرسام بيساعد شوية في الكتابة. بدي أضيف، وافترض نود جديدة اسمها الخمسة، بس المرة هذه حكى لي ما تضيفي من الأول، بديش إياها تكون أول إشي، لا بديها تكون آخر إشي. لاحظوا هذه عندي الهيد، هاي هذه الهيد، وهي هذه التيل، تمام. طبعا كل واحدة بتشاور على التالية، وهذه بتشاور على التالية، مش بتساوي هذا، بتساوي على التالي. فكيف اخلي هذه، هذه قيمتها وليكن خمسة، كيف اخلي هذه التيل؟ لان الاربعة بدها تضل، ايش تساوي؟ اول شغلة شو نعملها؟ طبعا هي في الرسمة هذه، في الوضع هذا، التالي تبعها مين بكون؟ ولا اشي، نل، صح؟ اول شغلة بدي احكي له انه تيل دوت نيكست، مين التالي تبع هذه النود؟ حيصير النود الجديدة. إذا تيل دوت نيكست حيساوي نيو نود هذه، تمام. هذه شغلة، هذه أول خطوة، حركنا المؤشر، بدل ما هو هذا صار يشاور على نل، لا والله صار بيشاور على النيو نود. طيب الآن وبعد هيك التيل صار واقف على العنصر قبل الأخير، لا بدي أحرك التيل، بطل هذا التيل، صار والله هذا هو التيل، وبدي أزود الحجم بواحد بس. هاي هو الشغل تبعنا، تمام، واضح. فإذا أول شغلة بدنا نعملها، بدي أحكي له public void insert last، يعني آخر إشي بدي أستقبل من المستخدم نود، صح؟ نود يعني بيانات ومؤشر، سوي new node، وتفتح قوس وأسكره. والآن بدي أحكي له if size، إذا كان size بيساوي صفر، بدي أحكي له نفس الكلام هذا اللي هو new head يساوي كذا وما أشكال، فبدي أنسخه Ctrl C، بدي أحطه هنا، بدي أفتح قوس لأنه طبعا ال if أكتر من شرط، أكتر من statement، فبدي أحط أقواس في هذه الحالة ضروري يعني. الآن else، غير ذلك ايش اول حكينا، ايش بنقول؟ بقول له tail dot next، نفس فكرة ال head، تحكي له اول شي tail dot next حيساوي مين؟ the new element اللي دخله المستخدم، وبعدين tail صار مين؟ مين صار اخر عنصر؟ ال new element، ال new node اللي دخله المستخدم. وفي كلا الحالتين سواء هذه او هذه بدي ازود السايز بواحد، تمام. بس هذا بالنسبة للإنسيرت لاست. إنسيرت لاست يعني أضيف آخر عنصر. نحللها مع بعض كم مرة، إيش حيصير في الكود الآن؟ أمسح هدول، هيك بتكون في الوضع الطبيعي. بدي أجي أضيف في النود الجديدة ولتكن خمسة، في هذه الحالة طبعا السايز مش صفر، فمش راح يدخل على هاد، حيروح على الإلز. بحكي على أول شي تيل دوت نيكست، هادي دوت نيكست تبعها مين حيصير؟ هادي اللي هو النيو إيليمنت، مش هذا النيو إيليمنت، وحكى له بعدين التيل تساوي النيو إيليمنت، فبطل هذا التيل، صار هذا التيل أو الذيل يعني، تمام. ونفس الفكرة لو بدلت، حطيت هذا هان بصير في عندي خربطة، نفس فكرة اللي هو الإضافة من الأمام. كيف بتصير الخربطة؟ طلعوا اللي أنا أول شي حكيت له، لو قلت له التيل بيساوي نيو نود، فهذا صار بطل هذا التيل، صار هذا التيل. وبعدين حكيت له هنا انه التيل دوت نيكست، هذا النيكست تبعه مين؟ النيو ايليمنت. طب التيل دوت نيكست، هذا التيل دوت نيكست التالي تبعه بيساوي النيو ايليمنت. طب التيل دوت نيكست ايش بيساوي في حالتنا؟ هاي التيل دوت نيكست مش معروف، هيكون نل ولا مش معروف يعني، صح؟ فضروري جدا عمليات الترتيب، هاي كنترول، عملية الترتيب مهمة جدا، تمام. هذه شغلة. الآن نيجي للدالة اللي بعديها، بحكي لي insert specific، ايش يعني؟ بدي اضيف بعد عنصر معين، بعد نود معين، يعني مثلا طلعوا في الرسمة، بدي اعمل هنا Ctrl Z،
بطل في عندنا 5، أو خليها 5، 5 مثلا هنا قلت أنا بدي أضيفها طلعوا بعد الثلاثة، هنا بضيفها بعد الثلاثة، يعني يجي 1 2 3 5 بعدين 4. كيف أعمل هذه النقطة؟ أول شغلة بدي أفكر فيها النيو نود، هذه النيو نود مين حيصير النكست تبعها؟ الآن أنا بدي أحكي له بدي أضيف بعد الثلاثة 5، فهذه مين النيو نود تبعها؟ النيو عفوا النكست تبعها، النكست تبعها مين حيكون؟ حيكون النكست تبعها النكست تبع الثلاثة صح؟ فبدي أحكي له النيو نود دوت نكست، النكست تبعها حيصير مين؟ الأربعة اللي هو النكست تبع الثلاثة. الآن لو قلت له نكست الثلاثة مين حيرجع لي؟ الأربعة صح؟ بدي أحكي له 5 دوت نكست حتساوي 3 دوت نكست، هذه الشغلة، هذا المؤشر تعدل. طب هل الآن لو قلت له 3 دوت نكست حيرجع لي مين؟ الأربعة. طب لا، بطلت الأربعة صارت الخمسة. بهذه الحالة بدي أقول له إنه النكست النود اللي أعطتني إياها اللي بتحط بعديها النكست تبعها صار مين؟ النيو نود. تمام، فاجت هيك صارت 1 2 3 4 5 بعدين راح الأربعة وكمل. وضحت معانا؟ أنا بدي أرجع أكتب الكود ونرجع نوضحها كمان مرة. الآن بدي أحكي له insert after، يعني إيش after؟ يعني بعد عنصر معين. أنا قلت له بعد الثلاثة حط الخمسة، تمام، بعد الثلاثة حط الخمسة. فبدي أحكي له هنا public void insert after بدي اسمي هذا، بدي اقول له نوت انا وليكن current، او خلينا نقول pre نوت النوت السابقة او current نوت، خليها بغض النظر عن التسمية يعني، بس بدي اشي يكون التحليل يظبط في الكلام يعني. وفي عندي هان اللي هو ان النيو نود اللي بدي اضيفها جديد اضيفها بعد هذه النود كرنت نود، نفس الفكرة. هان بدي احكي له اذا كان السايز 0 ايوه تمام، else غير ذلك بدي احكي له اول شغلة حكينا ايش بنسوي، بدي احكي له النيو نود مين النكست تبعها، النكست مين النكست تبعها هيصير هذه طلعوا، هذه مين النكست حيصير تبعها؟ حيصير النكست تبع الثلاثة يعني الكرنت دوت نكست. فهنا المؤشر هذا تبعها التالي حيصير بيأشر على مين؟ على الأربعة. فالنيو نود دوت نكست حيساوي اللي هو الكرنت دوت نكست. أي شغلة؟ الشغلة الثانية اللي بدنا نعملها قد حركنا هاد أي كنترول زد، لأن وش قلت له؟ هذه الكرنت، هذه هي الكرنت مثابة الكرنت، وهذه النيو نود. فأول شغلة حكيت له إنه هذه دوت نيكست مين النيكست تبعها هيساوي النيكست تبع الثلاثة اللي هو كرنت دوت نيكست، فكرنت دوت نيكست حمين هتشاور على هذا. فقلت له نيو نود دوت نيكست هذه التالي تبعها هيساوي التالي تبعت الكرنت دوت نيكست. هاي الخطوة هذا اللي عملتها هنا. طيب بعدين لسه في عنا فراغ من هنا طلع، لسه هذه صارت لسه هذه بتشاور على التالي الأربعة، خطأ، هي صارت بتشاور على الخمسة صح؟ فبدي أحكي له إنه الكرنت نود الكرنت دوت نيكست النيكست تبعها مين صار؟ النيو نود. وطبعا في كلا الحالتين السايز لازم يزيد بواحد. نعمل فورمات الكود ونفس الفكرة اللي فوق، لو خربطنا في الأكواد حيفرق معنا بالشغل، حيتخربط الشغل، لازم نرتب شغلنا. يعني الآن لو حطينا هذه الأول ونرجع هنا نعمل كنترول زد، الآن حل الكود مع بعض. الآن قلت له الكرنت هنا كرنت دوت نيكست، هاي الكرنت النيكست تبعها بيساوي النيو نود، هاي عفوا هاي الكرنت، هذا هو الكرنت، آسفة، الكرنت دوت نيكست هيساوي النيو نود، فهذا هيصير تشاور على هذا. بطل طب هل كتب النيو نود دوت نيكست هذه نيكست تبعها مين؟ الكرنت دوت نيكست. طب الكرنت دوت نيكست صار الخمسة، فمينفعش يتساوي على، لا، فالترتيب جدا مهم. نعمل كنترول زد، تمام. هذا بالنسبة لعملية الإضافة.
لنود بالنص يعني بعد نود معينة. طيب هل كده عملنا عملية إضافة؟ بدنا نعمل عملية عرض للنودز. طلعوا هاي بدي اعمل كنترول زد، خليها بالشكل هذا، خلينا نعمل كنترول زد، تمسح الخمسة. الآن فرضا أنا بدي أعمل طباعة لجميع البيانات الموجودة في النوتس، يعني بدي أطبع 1 2 3 4، تمام؟ كيف أصل لهم كلهم؟ بسيطة، بصل لهم. لأ لو قلت له أول شيء بدأ في الهيد، صح؟ هذا أول عنصر. طب الثاني هيد دوت نيكست. طب الثالث هيد دوت نيكست دوت نيكست. طب الرابع هيد دوت نيكست، وهكذا. كيف أعملها هذه؟ الهدف انه انا كل شوي بدي احرك النكست، بدي احرك النكست عشان اصل العنصر، فالتالي فالتالي. وقتش بدي اقف؟ لما اصل للنال، يعني لما وقتش بصل، لقيت لو وصلت لهنا للنال خلاص معناها انه الليست خلصت. فاذا اول شيء بدي ابدا من النود، من الهيد عفوا، وبعدين اضلني ماشيه. وقتش اقف؟ لما اصل للنال، تمام؟ نعملها مع بعض. بدي احكي له هنا public، بدي اسميها void، تطبع بس، ممكن تعملها string وترجع نص كبيانات كبيانات الليست، خليها void، بعمل طبعة مباشرة. بدي اسميها display، display عرض الليست، عرض القائمة الموجودة عندي. أول شغلة بدي أبدأ مين الإشي الجوهري اللي يوصلني لباقي العناصر؟ مين طرف الخيط؟ خلينا نقول طرف الخيط اللي هو الهيد. فأول بدي أعرف متغير عشان أنا أمشي على كل اللي بعد الهيد، كل اللي بعد الهيد، تمام؟ فبدي أحكي له أول شي بدي أقف، بدي أمسك الهيد عشان هو الدليل تبعنا. بدي أحكي له هنا current، بدي أعرف متغير، باخد الهيد أول شي، هاي فاصلة مرة. والآن بدي أحكي له بضلك امشي لحد ما تصل للنال. فبدي أحكي له هنا while الكرنت لا تساوي نال، لأنه عند النال غير يقف، صح؟ في هذه الحالة بدي أحكي له أول شيء اطبع لي system.out.print current.data. أول لفة غير أجيب لي مين الداتا الموجودة في الهيد. طيب وبعدين الداتا الموجودة في الهيد، لا بتحكي ده غايب، بدي احرك المؤشر، فهذا اقول له الكرنت اذا تساوي الكرنت دوت ايش نيكست، هتصير تشاور على اللي بعده وعلى اللي بعده وعلى اللي بعده لحد ما تصل لمين، لحد ما تصل للنل. هجيت غير الحاجة مع بعض تفهموا اكتر علي، بس بدي احط مسافة ما بين كل عنصر والتاني، وبدي اطبعهم في سطر واحد، تمام؟ وهاي هاي فورمات، نيجي نحللهم مع بعض. طلعوا هنا بدي احلل، هاي اسكر هذه. الان اول شيء في عندي متغير اسمه الكرنت، هاي متغير ولكن في لون اخضر اسمه الكرنت، هاي سي تختصره. اول شيء سي تساوي مين الهيد، قديش قيمة الهيد؟ اتعامل مع الارقام عشان تفهموا علي اكتر، الداتا يعني 1، تمام؟ الان هل الكرنت تساوي لا تساوي نال؟ صحيح لا تساوي نال، احنا بنحكي عن نود بس هنتمر ارقام، تمام؟ بس عشان يكون يعني هذه واحد قصدي نود، تمام؟ لانه النود اذا كانت فاضي بتكون نال، اذا كان فيش نود يعني بتكون نال. طيب اول شيء سي حكى لي اطبع سي كرنت دوت داتا، طبع ايش 1، بعدين حكى لي كرنت دوت كرنت تساوي كرنت دوت نيكست، هاي الكرنت بتشاور على 1، طيب نكست تبعها 2، فصارت هذه قديش؟ هاي نكست تبعها 2، هذه صارت 2، فهل اللي هي هذه صارت سي. خلينا احنا نمشي بالمؤشر، بلاش هذا، خلينا نمشي على النود خطوة خطوة. قد صارت سي واقفة هنا، فحكى هل الكرن هل السي تساوي نال؟ لا والله بتساويش نال، في هذه الحالة كرنت دوت داتا هيطبع قديش؟ 2. بعدين حكى له الكرنت تساوي كرنت دوت نكست، طب وين النكست؟ بطلت هذه الكرنت، صارت الكرنت هنا تساوي على 3، وهذه هي الكرنت. بعدين بيحكي له هل الكرنت اللي هي اللي واقفة على 3 لا تساوي نال؟ صحيح بتساويش نال، بتسوي اشي فيها. في هذه الحالة اطبع لي الداتا تبعت، هاي تبقى قديش؟ 3. بعدين الكرنت تساوي كرنت دوت نيكست،
فهذا الكرنت بطرت هذا صارت النكست. وين النكست؟ هذا بطرت هذه فصارت هذه هي الكرنت، هاي الكرنت. بعدين اجى سأل هل الكرنت لا تساوي نال؟ صحيح تساويش نال فيها، هايها بيانات بوينتر. في هذا اطبع للداتا حيطبع 4، بعدين حيقولوا الكرنت تساوي كرنت دوت نكست. بس شوي، هذا الكرنت تساوي كرنت دوت نكست. الان ايش الكرنت النكست تبعها؟ نال. فحال كرنت حيساوي يشاور على مين؟ على نال. بطل هاد يشاور على النال، هاد هاد بطل هاد. فهل حكى لي الكرنت لا تساوي نال؟ لا والله الكرنت بتساوي نال، فخلص ما تدخلش على اللوب ووقف. فآخر عنصر حيكون طبعه مين؟ الأربعة. خلينا نجرب هذا الشغل، هلقيته بما إنه عملنا عملية الإضافة وبعدين نشوف عملية الحذف. بدي أجي أعمل كلاس اسمه تستر، وليكن ممكن تعملوه في نفس الكلاس هنا يعني بعد ما تخلص، بس أنا زي ما حكيت لكم حابة أفصل كل إشي لحالي، لكن ممكن تعملوه دون أي مشاكل. هاي تستر، وبدي أعمل public static void main على السريع. بدي أعمل دالة المين اللي بصير فيها execution. بدي أعمل هنا اللي هو object من single linked list، بدي أقوله single linked list، singly linked list، ولكن اسمها اس واحد تساوي new single linked list. تمام، وهي فصل مربوطة. الآن هذا السنجل ليست هذه بدي أحط فيها مجموعة من النودز، وليكن بدي أضيف فيها الواحد واثنين ثلاثة وأربعة وهكذا. فبدي أحكي له هنا نود أن واحد تساوي اللي هو النيو نود. إيش بدي تساوي؟ الآن طلعوا النيو نود، إيش بدي تاخد؟ هنا نرجع الآن بدي أول شي بدي أكوم له النودز لحالها هيك يعني مبعثرة بدون أي تربيط، وبعدين بدي أمررهم لللينكد ليست. بدي أجهز له يعني الحجارة، وبعدين بدي أبني. خلينا نقول إيش مكونات اللبنات الأساسية الحجارة تبعت اللينكد ليست؟ النودات. تمام، فأنا بدي أقول له واحد. تمام، فأنا أعمل لي نود فيها واحد، هي أول نود. لاحظوا هذه إيش فيها كونستركت، وكان بدي أمرر لها الداتا. طيب، طب والنكست تبعها لسه؟ لسه بدري عن يعني بدي ابني، بس انا لسه بدي اجهز الحجار. بدي اعمل كمان نود تاني ثالثة رابعة، نسمي هذا اثنين، وهذه وليكن ثلاثة، وهذه وليكن أربعة، وليكن خمسة. أنا بدي أحكي له اثنين، وهي ثلاثة، وهي أربعة، وهي خمسة. أول شغلة بدي أعملها بدي أحكي له بدي اضيف هالقطعة على اللينك، قد جهزت الحشار بدي ابدا ابني في اللينكد ليست. بقول له اس واحد دوت ايش دوت انسيرت فيرست، انسيرت فيرست، انسيرت فيرست. بضيف اول عنصر وليكن ان واحد اللي هو النود الاولى. طبعا ممكن تعمل الحركة هذه هيك نفس الحاجة، بس انا عرفتهم في متغيرات هيك عشان يعني ما يكونش الشغل هنا كتير عشان نفهم يعني، لكن ممكن تحطوا حتى هذا مختصر أكثر يعني توفر عليه تعريف، التعريف متغير. بدي أضيف أول نود ده اللي هي مين؟ الواحد. فالآن قلت له لو حكيت له أس دوت ديسبلاي ده أظهر لي العناصر الموجودة في الليستة. لو عملت ران اس واحد دوت ليست، طبعا انسيرت فيرست حيضيف اول عنصر حيجي يستدعي الدالة هذه. طلعوا انسيرت فيرست، هاي انسيرت فيرست. حيسأل هل سايز يساوي صفر؟ صحيح، خلي الهيد والتيل بيساوي النيو نود اللي بعتها المستخدم. طب ايش بعتت انا؟ طلعوا ايش بعتت؟ بعتت ان واحد. طب ايش الان واحد؟ فيها قيمة واحد، فالتيل لازم يطبع لي هنا واحد. ايش نعمل ران؟ طبع لي واحد. بقى لو قلت له اس واحد دوت جيت هيد، مين الهيد؟ الواحد. نعمل رن، بس هذه بدها ستة من اوت برنت صح؟ لأنها بترجع جيت هيد، بس ارجع طلع حترجع لي جيت هيد، هاي السنجل لينك ليست فوق جيت هيد. طبعا جيت هيد هترجع نود كاملة، نود كاملة. ايش النود؟ بيانات ومؤشر. طب انا بديش المؤشر، طلعوا هيك عشان تفهم اكثر. لانه عملت ران الهيد طلع لي هيك. طب ليش طلع لي هيك الهيد؟
اه لانه هنا انا شاورت على النود ككل، الهيد كنود ككل. طب انا بديش النود ككل، بدي البيانات بس، تقول له دوت داتا بس، يعني هذه بترجع نود ككل. ايش يعني نود ككل؟ بترجع بيانات وبترجع مؤشر. طب انا بديش المؤشر بس بدي الداتا، فقلت له دوت داتا. حيران، لاحظوا رجع لي هذه الواحد طلعت من وين؟ من هذه الدالة، وهذه مسابة الهيد. أنا ممكن أحكي له عشان ما نتلخبط، الهيد يساوي زائد، فهي عم تران طلع الهيد واحد. تمام. طب لو التيل، هاي التيل بيساوي اللي هو جيت مين؟ جيت تيل. نفس الفكرة، بدي البيانات. هاي التيل قاعد اشتري، افترض برضه يطلع واحد، لأنه أول إشي بيكون الهيد والتيل بيشاوروا على نفس المكان، أول نودة يعني. طب بضيف عنصر تاني ونشوف ايش اللي بيصير معنا. بيقولوا insert first هاي ان تو. اول شغلة عملتها هي اول شغلة عملتها insert first ان واحد، فصار في عندي هنا هاي ان واحد، قديش قيمتها؟ واحد. هذه بيشاور عليها الهيد والتيل. بعدين حكالي ايش حكالي؟ insert first and two and two insert first. اه يعني هاد تصير هي الهيد، فصار بتصير هادي and two قديش قيمتها؟ اثنين. تمام. وهذه صارت تشاور على بعدها. تمام. وبطل هذا الهيد، بطل هذا الهيد، صار هذا الهيد. ترى كيف يعني؟ هيطبع لي قد اثنين وهيطبع لي واحد. يعني لو قلت له الهيد هيطبع لي قد ايش حسب الرسمة؟ اثنين. طب والتيل؟ التيل ما تغيرش، هو الواحد طلع. هاي الهيد اتنين والتيل ما تغيرش ايه واحد. طب وبالنسبة للبيانات ككل، طبع لي اول اشي اتنين وبعدين واحد. ليش بطبع اتنين بالاول؟ لانه هو بيبدأ في الهيد. تمام. وبيمشي، مش حكينا الهيد هو خلينا نقول راس الخيط. تمام. طيب نكمل. بدي انسيرت فيرست. طب جيت وقلت له اس واحد دوت انسيرت لاست الآن ثلاثة، هاي الآن ثلاثة، بدي أقول insert last هاي ثلاثة. الآن طلعوا في insert last شو بصير؟ هاي عندي نودة وليكن ثلاثة. مين صار هادي؟ مين مؤشر تاس هادي بصير؟ طب هادي بطلت التيل، بطلت التيل، صارت هادي هي التيل. فالآن لو قلت له الهيد ما تغيرش، هيو اثنين والتيل ثلاثة. طب لو بيطبع العناصر هيبدأ في الهيد ويمشي، هيطبع اتنين واحد تلاتة. هنجد نشوف، طبع اتنين واحد تلاتة، فعلا هد اتنين هاي حسب الرسمة، والتيل تلاتة. تمام. طب في عندي النوع التالت من الانسات، اس واحد انسات، بدي اضيف بعد مين؟ بدي احكي له والله بعد الواحد حط لي الاربعة. قلت له بعد ان واحد حط لي ان اربعة، فبالتالي هنا غريج يحشر نفسه في النص. بعد ان واحد حط لي ان اربعة، في عندي هان ار اربعة، هتصير هذه تشاور على اربعة وهذه تشاور على هذه. طبعا اول شي بيصير هذه تشاور على هذه، بعدين هذه تشاور على، وبطل هذا. فلما يجي يمشي يطبع، غير يمشي زي هيك، ترى تشيكا هيطبع اثنين، بعدين هيطبع واحد، وبعدين اربعة، وبعدين الثلاثة. لان انا قلت له الهيد رجع اتنين والتيل تلاتة، ما تغيروش، انا ضفت من النص لانه. فخلينا نشوف الرسمة الكود. لاحظوا الهيد ما تغير والتيل ما تغير، وصار في عندي بعد الاربع، بعد الواحد صار مين؟ بعد الواحد صار الاربع. اذا تحليلنا صحيح 100%. ايش في ضايل كمان دوال نضيفها؟ الان قلت له ضيف لي first اس واحد دوت first، قلت له او insert first، عفوا insert first، حكيت له الخمسة طلعوا، فبتصير هذه بدل ما هي اتنين في عندي first هان خمسة، فصار عندي بطلت هذه، بتصير تشاور هيك أول شيء، بعدين بتصير هذه هي الهيد. لو قلت له الهيد مين حيرجع؟ لقيت خمسة. ولو قلت له اطبع هي هنقول ببدأ هيك مرة، لقيت الهيد وطلعت تصير خمسة، صح؟ تمام. أتمنى يكون واضح، يعني هأوقف الفيديو وإن شاء الله في المقطع التالي خلينا نحكي كيف نحذف نود. إحنا اللي عملناها لقيتها إنه كيف أضيف نود. لاحظوا إنه أنا
يعني إضافة في النود في موضوع اللينك في سنجل لينك ليست أبسط من الأريز. الأريز كنا نسحب العناصر ونعمل شيفتنج وهيك، فكان موضوع غلبة. فهتكون هذه أبسط، يعني البيج أو تبع اللينك ليست في عملية الإضافة في عملية الحذف حيكون أقل من الأري. تمام، نوقف ونرجع إن شاء الله في المقطع التالي. يعطيكم العافية.